والله وقتي بشوفها حيملي هيك ومجهزها كويسة، الله وكيلك بيفتح قلبي إلها وبنسر وبيفرح فيها. ما في أحسن من الأرض، ولا في أبقى من الأرض، ولا في أبقى من الزيتون. يعني معيشتنا والله من هالزيتونات، ما في عنا معيشة لها زيتونات، يعني حياتنا من هالزيتونات. ما في عنا في هالجبل، ما في عنا لا زرع ولا حمضيات ولا من عنا ليك انت شيء في الأراضي، ما في عنا إلا روحنا في هالزيتون، معيشتنا من هالزيتون. ما في شجرة ثمينة وشجرة مباركة، والله دخيل اسمه عيطيها أكثر من الأشجار بكثير. يعني بعض الأشجار ابتباس طبيعي، إلا شجرة الزيتون إذا ما حكم شيء يمس الشرش والزند ما بتبوس. الله عيطيها عمر طويل كله كرامة للمواطن اللي عم يعيش من خير الله وخير شجرة الزيتون. اليوم بوقتنا الحالي شجرة الزيتون عم بتعاني من شغلتين، هو القطع القلع وهي الرعية. الرعية لقطع من الحاجة ومن الفقر، العالم عم تقلع زيتونها لحتى تعيش منه.